والله منورني. طبعا عليكم، اخباركم ايه؟ كله تمام. احنا كنا بنتكلم انا وزوز دلوقتي في حاجه سريعه كده، قلنا ناخد رايكم فيها نشوف الكلام ده صح ولا غلط، معايا ولا مش معايا. لا انتوا معايا. لا مش بكلمك انت، انا بكلمهم. سؤال بقى، وبالاخص السؤال الحريم، ليه لما اجي انا او اي راجل يجي يسال عن السن دي لحد ما حدش يعني مش كل الناس بتجاوب بصراحه، في ناس بتسكت وفي ناس بتكذب. طبعا الكلام مش موجه للكل، انا بقول في ناس بتجاوب بصراحه، في ناس بتكذب، في ناس تقول لك السن الحقيقي، في ناس بتقول لك مثلا لو 20 يقول لك 15. ليه؟ انا عايز اعرف ليه. ايوه، ايه الفكره بقى؟ ايه الفكره؟ يلا يا زوز قول لنا بقى. يعني دلوقتي انا لما اجي اسال حد اقول له انت عندك كام سنه، يا اما يتهته في الكلام كده ماشي اتحجم يضحك. العمر الحقيقي يعني انت تبارك الله عليك انت 67 سنه صح؟ لا الحمد لله. بس لما الميمه لما سالناها على كام سنك قالت 66 سنه صح؟ 65 ده ما تكذب تاني. لا محشوم عليا العمر كله ليك والله. اجي اسال حد تاني مثلا مش مكسوف من نفسك وانت بتسالني السؤال ده؟ ليه يا اختي في ايه؟ ليه يعني سالتك وانا يعني اتكلمت انا شتمتك؟ انا عايزه يعني انت يا استاذه يا صغيره انت عندك كام سنه؟ انا عندي 26. يا تبارك الله. طب انت بقى سؤال، لما هي خش سن ال 35 كده ان شاء الله، لما حد يجي يسالك على سنك هتقولي عندي 35 سنه؟ بالعكس النهار هتوصل 35 انتوا ما تكونوا تديروا العتاكي تعكس انت وهرب. هي اصلا مش حاسه في اسمك مكبره شويه يا واد يا بيبي فيس انت. ايوه شحال نهار اللي كيسقسيو على مورك يقول لهم عندي 20 سنه دوزوا 5 سنين قال لي شحال في عمرك عاود؟ قال لهم عندي 20 سنه دوزوا 10 سنين من بعد وسقساوه قال لي تعال قال لي 20 سنه قال لي وين؟ وهاد 20 سنه هادي قاعد تقول لنا هادي 5 سنين ولا هادي 10 سنين؟ قال لهم الراجل هو اللي بقى بكلمته. ودابا هنا كاين بعض النساء كيبقاو كنتو واخا بداو كيبيبري وكلشي كنقول لك انا باقي الله في النير ديال هذا ملي تقول لها مالك كتبيبري وداكشي كنقول لك يلاه باقي الله كنتعلم المشي. يعني انا سني يا جدعان، انا عشان في ناس كتير سالوني انت عندك كام سنه؟ انا عندي 32 سنه. فانا سني او شكلي يدي 32 سنه، انا بيبي فيس خالص. انت عود فيس مش بيبي فيس. انا 32 سنه واللحيه انا لو شلتها قسما بالله ياخدوني تحت السن. لو شلت اللحيه ياخدوني تحت السن يقول لي انت ما طلعتش بطاقه. فهمتني؟ حميد حيد اللحيه. في لحيتي اللحيه. يا لا هندخلك الروض مع سامي. الى حيتي الحين ما تمشاش معي، تتكبر عاد تقول لهم راك راجل. لا عبال كبر منك. لا انت تجي معاك تقول لهم اخويا زوز زغنن. زغنن ماشي يا زوز، ماشي يا زوز. طب بجد والله يا جدعان نرجع لموضوعنا، يعني بجد والله ليه؟ يعني في معظم الناس اكيد انتوا قابلتوا ناس في حياتكم كده لو جيتوا سالتوا بالصدفه، يعني دلوقتي الواحد بقى يستحي، يعني ما يبقاش قصده حاجه يقول لك انت عندك كام سنه او عندك كام سنه، بيحس ان هو بيقول حاجه عيب. يا جدعان في ايه؟ بحال تجي قدام المخابرات وتمشي تجي تقول بحال غادي به للتحقيق. لا انسان عادي كبير سي كبير، والكبير هو الله. حنا دابا غنخليو والانسان دابا ملي كيكبر راه ماشي كيكبر في السن، راه واخا كنكبروا في السن كيبقى داك القلب باقي شباب، كيبقى مازال هو. علاش ربي هو اللي كيديرنا هكاك واخا حنا كنكبروا ودائما العقليه ديالنا باقا ديال الشباب؟ علاش ربي باش كيدير لنا حافز باش ما نملوش يعني. اما الا قالنا كبرتو لا القلب باش كيدير لنا حافز باش ما نملوش يعني. اما الا قالنا كبرتو لا القلب كبر ولا هذا غنمشيو للانتحار. ما عرفت انا عندي واحد الاحساس عندي انا، واش كلشي عنده ولا ما نعرف. انا فعلا العمر جرى بينا 60 سنه عندي ولا العمر بيجري، ولكن ديما كتحس في المخ ديالك بان كاين واحد الصغر باقي.
باقي كتحس براسك غير واش هادي الناس كتحس بها ولا لا؟ كلشي كيحس بها. ايوا صح كاينه انا كاينه بتحصل لي. كتقول انا راه حتى الافعال اللي كديرها التصرفات اللي كديرها ولا كتكون معرفه التصرفات ديال صغيره نقولوا سي ديالنا ما كتحس كفايه في السنه اللي احنا فيها دي. يعني انت عندك 2018 2019 حجر صحي 2021 ما فيش 2020 دابا غير كورونا غادي لنا 3 سنين يا غدا استنى ربنا يستر على اللي داخل من امريكا. لا حنا كورونا دات لنا من العمر واحد 3 سنين اخرى اسمه ايه دبابين اوب اي مود. ايه ده احنا وصلنا لاوب اي مود. ما غاديش نقول كروبستين. لا خلاص بقى احنا في وقت دلوقتي كل واحد يقول سنه بالله كده بدل ما يدخل دبوح. واللي كاين اي واحد كنعرفوا دابا الناس راه كلها كتعرف غير الناس ما كديش. بس تفتكر يا زوز بعد ما انا سالت السؤال ده الناس هتقدر تقول لي كل واحد بيتابعنا او كل واحد شاف الفيديو ده هيقول لي سنه في كومنت؟ يقول تفتكر كم واحد هيبقى عنده الجرأه يقول سن ويقول كاين الاغلبيه كيقولوا راه كاين قليله. اكيد انا مش بوجه يا جماعه مش بوجه السؤال لكم كلكم انا بتكلم لمعظم الناس اللي هي عارفه نفسها ان هي ما بتحبش تقول سنها. ممكن يا اما تكتبوا في كومنت سنكم يا اما عادي مفيش مشكله خلونا معاكم قولوا لنا يعني ما تكتبوش سنكم بس قولوا لنا ليه ما نكتبش ليه ما بتكتبوش سنكم او ليه مش عايزين تكتبوا سنكم او ليه بتخبوا فسؤال يعني مش صعب يعني. احنا عايزين نعرف بس الدب خرب بينا. الانسان اللي كيكبر راه كيكبر ما فيها سنة راه مرحله ديال الدرجه الاولى الدرجه الاخرى صافي هذه ما كاين هذه سنه الحياه. الانسان كان صغير وعاود كيكبر والانسان اللي بغى يقول خصني كبرت ولا هرب يكبر في الاخلاق ديالو التصرفات ديالو مع الناس يكبر في المعاملات في كل حاجه يكبر حتى في حاجه تقديم الخدمات البشري يدير شي حوايج اللي يشوفوا الناس كبير بها ماشي هو يخدم عقلي هو ماشي كبير في السن وكيدير في التصرفات ديال صغار كبر بغيتي تكبر كبر تفهم العقلية ديالك الناس يشوفوك كبير بالمعاملات ديالك كنقولوا ولعلمك هو العقل يا زوز يعني العقل ديال الانسان مش بالسن. لا ماشي بالسن مش بالسن لا ماشي بالسن لا ماشي بالسن شوف يعني كتكبر كل واحد كيفكر ايوا بالضبط على كل واحد كيشوف التجارب وكتلقى واحد اللي كتعلمك صغير عقلو يوزن بلد كما كتقولوا نتوما يوزن بلد وكاين واحد كبير وفي البلد في البلد يخرب بلد ما كاينش فيه لا الانسان ماشي حنا نقارنوا بالكبر ولا بالصغر الكبر في العقل العقل هو اللي كيقول الانسان والله شو السن عمره ما كيكون على العقل. لا 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 عمره انا عمري ما كنت اتعامل مع واحد بسنه انا بتعامل مع اللي قدامي بدماغه الدماغ دي كويسه الدماغ دي حد ناضج اعرف اتعامل معاه حتى لو سنه اصغر مني او اكبر مني مفيش مشكله كتلقى ناس صغار في مثل كان بيتقال دايما واكيد موجود يعني يقول لك اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه لا المثل لا 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 المثل ده بصراحه انا مش معاه كيقول كتلقاهم كبار والعقل صغير بالظبط كده وتلقى صغير ده سالب زيرو نسلو بس وتلقى صغير تستفد منه خلاص. لا انا مش بقول لا هما كيقولوا واحد حنا كنقولوها بالدارجه ديالنا لا ما فيش اللي فاتك بليله فاتك بحيله كما كنقولوا اي ولكن لا واخا كتقول لي فاتك بليله هي اللي قال دابا باش حيت كبير كيفهم احسن مني. لا راه تلقاه صغير وعنده فهم احسن من هذاك الكبير يعرف يتصرف الكبير لا الخطاط الكبير كتلقاه كيدير تصرفات خارقه للعاده ما فيها ما يتشاء كاين اللي كبر وعاد رجع لسن المراهقه بالظبط كاين شي وحدين هنا كبر
اش نقول لك ما لا انت تقول لا ما كاين كله كيتفرتد وعاد بغى يعيش بغى يعيش عندنا شويه تحف معطله لا وهذه لا والله كي غادي يكون قدام الله كي غادي يستقبل يعني مثلا مثلا تلاقي واحد عنده تبارك الله 70 سنه وراح يحن شعره او راح يصبغ شعره لا لا احنا نقولوا فيه غير تصرفات لا كيبدا يتصرف تصرفات الا دار الشكل ديالو بغى يغير هذاك حر في الشكل ديالو ولكن ولكن التصرفات كنقول انا على التصرفات كيتصرف التصرفات ديال الصغار هذاك حنا ما ندخلوليش لان هو بان ليه الا ما دار ديك الحاله شكلو غير شكلو هذاك حر في راسو ولكن التصرفات خصو يكون مع الناس مزيان هذا هو اللي كاين هذا هو اللي كنقولو ويكون ويتصرف ويستافدوا منه الناس ايوا فهمت استافدوا في كل شيء ديالو في جميع اي حاجه اللي كاين ويعطي اللي عنده شي تجربه يعطي الناس هذا وما يخبيش داكشي اللي عنده دابا بحال كنشوفوا بعض الوحدين كيكونوا في الميدان ديال المهني ولا في الصناعه ولا كيخبي صنعته ما يبغيش يوريها لواحد اخر لا كانت عندك عطاك الله واحد الموهبه ولا هذا ضحي بها الناس عطي الناس يقولوا لان الله غادي يزكي لك بها اما الا بقيتي انت كبير وتكبر على كل شيء ودي كل شيء ديال الصغير ديالك كيفاش ما كيبغيوش شي واحد خلاص احنا هنسيب الناس تكتب لنا في الكومنتات يلا ما بغات تقول كلمه هتقولي حاجه لا لا قولي يلا قولي يا ست في ما خدتش بالي قولي لكن تتري عليها زوج قولي قولي ديك كاين الناس الكبار كيكونوا عارفين شحال من حاجه كيكونوا كيعرفوها ولكن ما كيبغيوش يعلموها كما قال واش كيقول والله سبحانه وتعالى قال سبحان من تعلم شيئا وعلمه الناس الكبار هما هو كبير ويبغي ديك الحاجه تبقى غير ليه لا دابا كيخاف يمكن على بلاصتو غيجي واحد صغير اييه غيدي ليه البلاصه هو صافي كل شيء خليه داكشي اللي غتعلم خلي لواحد صغير عاوتاني وانت غادي ايوا فهمتي حتى في المجال حتى في الاداره فهمتي حتى في الادارات الادارات كيكون مسؤول وكيدخم سلا صافي سلا الوقت ما بقى له والو باش يخرج لاراتراتي يدخل يعني لاراتراتي وقققت في الكرسي لان صغير واحد اخر غادي يقبطلو بلاصه هو انت دوزتي وقتك خلي حتى الشباب فرصه يتعلموا وهكذا هو لا حنا في الدنيا في مهمه كندوزو مهمه ديالنا كبرنا زدنا خلاص بقى نسيب مساحه المهم خصك تعرف وكتخلي شوفي الا خليتي غير شي حاجه مزيانه كيرحموك عليها انت كديتي عند القطط مع الله مزيانين بعدا كتمشي انت مرتاح هذا هو اللي والله يا زوز بص احنا هنسيب الناس تقول لنا في الكومنتات عندكم كام سنه بتحشم ان انت تكتب سنك مفيش مشكله كل واحد ودي حاجه شخصيه بس هنستاذنك ان انت تقول لنا يعني بتحشم ليه تكتب سن ايه الفكره اللي في دماغك اللي ما بتخلكش تقول سنك ولو انت ما بتحشمش عادي مفيش مشكله عرفنا سنك بنحب نعرف برضو مين اللي متابعينا عندهم كام سنه تفضل احد هذا موجه للنساء والرجال فقط ايه ده النساء والرجال لا هو احنا عندنا جلسه ثانيه للرجال والنساء فقط في جلسه ثانيه في كائنات فضائيه بتتابعنا يا حد في اطفال فيهم لا يا حد في كائنات بتتابعنا يا حد رجال والنساء رجال والنساء اقصد بهم الناس اللي ناضجين ناضجين لا لا ده طلعت ظاهره ان في لسه كاين اطفال عند الصح المراهقات والمراهقين وكاين رجال ونساء قصد بهم الرجال والنساء الرجال والنساء ما كاينش صبيان وفتيات عندك صح هنستنى كومنتاتكم وطبعا لو الفيديو ده اول مره تشوفنا وتتابعنا مش ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد وما تبخلش علينا بلايك بالكومنتات زي ما اتكلمت قبل كده ما تنسوش تعملوا شير لاصحابكم لو عجبكم الموضوع او اعمل شير للناس اللي انتوا عارفينهم وما بيحبوش يعني يقولوا سنهم واوعى تتكسف ولا تخاف اشوفكم على خير سلام عليكم.